ترزق الله بعد الناس كلها تشتغل عشان ترزق الله. عندنا واحد يشتغل في الكويت سنة ان شاء الله زين. هذا طبعا لما صار الانفتاح وصار هذا طبعا تعرفين يخلون في التلفزيون الاعلام شلون يعني، طب مو المناطق ما يخلون هالمناطق يعني. فواحد صديقه يعني كويتي يشتغل وياه جاب البحرين، قال انتم في نعمه صرتون وهذا، جابه هو بيت ساكن هنا عندنا ساكن بيت ايجار. لما جاب اللي يقول له شوف هاي البحرين، اللي يقول له ما، قال له هذه البحرين شوف هذه، شاف هني جهال صغار وهذا يعني بين من شكلهم انهم فقاره يعني. استغرب قال لي في كذي في البحرين فقاره، في بيوت كذي يعني؟ انا ما تخيلت ان في بيوت مثل هذه البيوت يعني، يعني صار لها 40 سنه وهذا. استغرب الكويتي قام يعطي الجهال يعني 10 دينار وهذا كويتي يعني. استغرب قال انا ما انا مصدق ان انا في البحرين. ممكن انت لما تنظر، لما تروح المنامه، تروح منطقه دبلوماسيه، تروح المحرق، تختلف عن لما اجي داخل القرى يعني. يبلغ الحاج عبد الله خلف 75 من عمره، ويسكن في قرية كرانة إحدى قرى البحرين الفقيرة. حكايته ليست الأكثر مأساة من بين حكايات البحرينيين، ولكنها عينة بسيطة تحكي طرفا من المأساة اليومية. يعمل الحاج عبد الله في مزرعة ليست ملكا له، وفي أي لحظة يمكن أن يجد نفسه بلا عمل أو رعاية. ألقت ظروفه القاسية بظلالها على حياته وحياة أسرته، ولا يزال يحمل على كاهله آلام الضنك والعمر الطويل. أنا اليوم جاي أشتغل مال عبارة مال حاجة، والله اليوم أنا مو مال حاجة مو مال شغل. أنا اليوم لا عمري 75 سنة، أنا مو مال شغل، لكن انا قوت في الشغله في الزرايه، ما لي تقاعد ولا غير تقاعد. انا لو حصل معي تقاعد لاقيك، وكان اليوم انا ما هو مالي شغل. انا عمري 75 سنه الحين انا مالي شغل، كان انا اليوم جليس الدار. ايه حقت الصلاه اروح المسجد اصلي، وحقت الغداء اجي اتغدى، مو مالي شغل. مسباح يفيدني، وحن بعد عكاز والله شيء، اتمشى في الديره مني ومني ومني، مو مال هاي كذي. هل مجبور اجي انا هنا، مجبور اجي. انا عائله تبغى تاكل له، انا وين انا اكل عائله، وين اروح لهم انا؟ مجبور اصبح واجي واقعد لليل هنا، مجبور انا مو اجي يعني. لا لا مو مسكين، أنا قاعد كذي اليوم فيها، ما تريدون يقولون يطلع. أنا قاعد مؤقت، مؤقت اليوم باكر يجي راعي الملك يقول لي يطلع.
مالي حق المستعوى شريف. وبرغم العمل القاسي الذي يمتهنه الحاج عبد الله وهو في هذا السن، تعيش أسرته معاناة قاسية في بيتهم الخرب. وتحكي فاطمة وهي إحدى بنات الحاج عبد الله جزءا من هذه المعاناة. بيتنا كلش يعني مأساة، عايشين في هالبيت، السقف نازل، يعني السقف نازل، وخايفين يعني في أي وقت إنه يطيح عليهم، ويعني ما كلش يعني البيت ما يستحمل، حتى يعني لو ناس يبون يسكنون فيه ما ينسكن فيه البيت، يعني كلش متهدروك. وإحنا بعد نفسيتنا أصلا كلش تعبانة من البيت، يعني الحين على أبواب فتح مدارس وكذي، يعني ولا حاجة اشترينا لأغراض للصبيان لهم بيروحون المدرسة، لأنه يقول لي أبوي ما عنده يعني ميزانية حق هالشي، يعني مثلا ثياب وأي ولا شي أخذنا ليهم، يعني لا دفاتر، يعني ما أقول ليش إن الصندوق يجيب ليهم مساعدة، يعني حسين الشاب يجيبون يوم أنا بعد كنت في المدرسة يجيبون، بس اللي هو ثياب وجواتي وأغراض كذي، يعني مصاب أبوي، يعني لحد أكل نقول له يعني إذا بتشتري لهم، يقول ما عنده يعني ولا حق شخص واحد يشتري ليهم، يعني على أشخاص واجد على حمام واحد، يعني والحمام يعني كلش عدمان، يعني متبطط، والسقف ماله كلش تعبان، يعني ما في حتى ان المطبخ كواج صغير، يعني ما في ضيق صاير نفس الحكرة فيه، يعني كلش ما في نفس التنفس، كلش زحمة يعني، وما حد صراحة يرضى بهالشي، يعني انه يعيش في بيت كذي كلش تعبان. الأخوان كلهم في حجرة واحدة، هي نفسها، هي المجلس اللي مثلا إذا يجونا أحد هذه نفسها اللي ينامون فيها الجهال، ومن ضيق المكان مسوين صندقة فوق، لأن يقولون ليش ما في مجال، وهذه ساكنين فيها يعني مثلا لين خطب يقعد، لأن يقول ليش ما في مكان له، فأنا يعني بيقعد يا خطيبته، يعني اضطروا إنهم يسوون لهم صندقة فوق. الابنة الأخرى للحاج عبد الله فضيلة، والتي تعمل في إحدى مصانع الخياطة، تكمل الحديث. كان أبوي بيبني بي حجرة فوق هنا، بس أبوي ما رضى وقال البيت ما يستحمل، وإحنا بعد قلنا له بتخسر بيتك، تحت خرابة فوق جديد، روسي بنيان تحت تخسر فوقاني، من شر أبوي ما رضى، قال أنت متى راضي أسوي بني فوق؟ قم بصندوق، قام بيبني فوق الحجرة هاي اللي انبنت، قال أبوي هدا بعدين، قام بنى الصندوق، أبع الصندوق خسرت معه. هاني أحد أبناء الحاج عبد الله يميل إلى كتمان معاناة الفقر المستمرة داخل ملامحه الباسمة، ويستقبل ضيوفه بابتسامة في غرفته الخشبية. ما عجبتكم الشقة؟ هذا هو المرقد، المقام هذا مرقد يعني. الابن الآخر للحاج عبد الله فاضل يروي فصلا آخر من الحكاية. الحين صعب إنك تحصل شغل، فإذا تحصلت فرصة إن تدرس. المشكلة ما نقدر، لا احنا كنا نشتغل الصبح، لو ام بدرس العصر ما بقدر، علشان ام بروح اشتغل العصر بعد، علشان اقدر اوفر مبلغ لو يكون قليل بس يكون على هادي، هي على هادي ونقدر، عشان اذا رح درست العصر من هنا بقوم بال على قولتهم بالشغل. انت يوم كنت صغار كان عليك وايد شغل واجد، احنا ما انا اتذكر انت بس نوصل بالجنطه نحطها في الروزنه، لكن صاب الوالد اقول لك جدنا احنا من وين، احنا من ندرس احنا، انا داقت الجنطة الظهر رحت الدولاب للمغرب، باقي انا تعبان، انباحط بالي في دراسة وبارقي، واجب ما اسوي، ما يمديني حفظ، ما احفظ، وش تحفظ؟ نحفظ كم سابق بقي هناك درس، كم رويد هناك بقي مني بربير مني، هاي نحفظها بالله. ولدى هاني تساؤلات واقتراحات كثيرة. مثلا الحكومة
تنظر الى عوائل الفقراء، ما ترد تمشي لهم رواتب، يعني مثلا رواتب اضافيه، يعني مثلا من الوحده كان يشتغل معاشه 150، الحكومه توفر له معاش اضافي، تكون توفر له معاش اضافي لهم 150 عشان يكون 300 دينار. اذا كان 300 دينار اللي هو دشت عليه 150 اكيد بوفر لي حق لسكن للجار الى السياره الى اولادي، يعني بكون يعني ما احتاج لاحد، يعني انه متوفر لنا الغاز طبيعي، متوفر لنا البترول، متوفر لنا السياحه، من كل جهه يعني موفره، فما اشوف له داعي انه ما يكون الانسان البحريني انه يعيش بهالمعيشه انه ما يقدر ياكل اولاده او ما يقدر يدرس اولاده، بالعكس بس من يقدر يدرسهم، يقدر ياكلهم، يقدر يشربهم، يلبسهم احسن ثياب في البحرين، يعني متمركزه منا على الشعب، الشعب ما بيده شيء، والكل يدري ان الشعب ما بيده شيء، يعني المساله مساله الفقر صيف عاتق اللي هو الحكومه. الحكومه اذا وفرت الحياه المعيشيه بس بالخير، فمن نجوم من كل شيء، من الفقر، من الاجرام اللي في البحرين اللي صايره الحين، انتشار كلش فظيع اللي ما حد يتصور، يعني مخدرات، انتهاكات اعراض، زنا، يعني اذا بجت بتش او جوالج من المدرسه بالنيوه عقب ما يتغدى عقب ما يتغدى سووا الواجب لها وتجيب تراجعين وياه. احنا لا، احنا معيشتنا غير، ما تسمح لنا ان يسوين هلا بالسوين، احنا يجي من المدرسة ونقول له قوم روح يا ابوك ساعد ابوك. لقد عند مشهد اخر من هذه الحكاية، حيث مسلسل الأبناء الصغار الذين اضطرتهم ظروف الفقر إلى العمل، وأحيانا منذ 8 صباحا وحتى الساعة 7 ليلا. الساعة 8 للساعة 7 كده. هل هذا في المدرسة؟ إذا صارت المدرسة أو في المدرسة يجون صباحي، وإذا صارت المدرسة مفتوحة العصارة يجون العصر. ما راح لكن هو يحسن ويا عبد الزهر ما وديتهم، ما قدرت اوديهم، ما عندي مداخل، ها مو عن الشغل، ما يبون لهم بعد داخله ماده له، هذيلا لحقت عليهم طوفوا بعد هذيلا الحين في الرأس الرابع السنه، انتم طالعين من ثالث السنه، جاء واحد من اجواد منك من ابو صيبه استاذ ميرزا اسمه، وجزاه الله خير راح دخلهم، قال الماء بنوديهم، وقلت يلا على هوا وديناهم الاثنين. وفي محاولة لنسيان واقعهم المحزن تجتمع العائلة حول الحاج عبد الله. يسوون التاير من داخل، من برا طوب حديد، ومن داخل يسوون له حطب عطبات يكوسون بهم تجاره ويضربون لهم التوت من برا. ولابد ان تتخلل الاحاديث الوديه صور المعاناه التي تلاحق الابناء. احنا وزاره العمل وبشرنا بخير بس ماتوا، يعني قالوا لي، قلت لهم انا اللي هو اول ما التقيت به كان اول يوم حطوا الخبر اللي هو في الجريده اللي هو اقل راتب لو غير الجامعي اللي هو 150 والجامعي 300 دينار اقل راتب في البحرين، الخط الاحمر حتى اتذكر انا اول مره اشتري جريده كان الخبر، رحت اشتريتها يعني خسرت 200 سنت. فرحت لهناك للوزاره وكلمتهم، لقونا هني هالقرار لحين ما نزل. قلت له الشيخ خليفه من سماع الخليفه نزل لنا، انتم هني الوزاره ما سمعتون، انتم هي الجرايد اللي فاضحينها في الديره في العالم كامل،
اقول له حق شنو انا قلت له لان خبرنا في البحرين حكومة واحدة مو حكومته مو حكومة الخليفة حكومة وزارة العمل بعد فاللي يقول لا احنا هني ما نقدر نسوي لك ايش قلت ما على ما تقدر قلت انتون هني هالسنين تشتغلون اقول له صار لكم هالمدة انتون راتبكم الاساسي حق البحريني كم اللي يقول هني 120 قلت انا ما احصل 120 ام بدي 120 اللي يقول ما يصير في البحرين ما يصير بحريني ما ما يقبض 120 قلت له انا اثبت لك تسوي 120 قال ايه ده مع الاسف الحين ما عندنا اللي هو السليب مع النوع كان ما حامل النوع يعني نسيته نبرزنا بس نسيته قلت له الحين بروح من وزاره العمل الى كرانه حق بجيب لك بس عيونك بهذا يعني عشان تعرف ان البحرينيين هني ها ما يتكلمون نهار الجريمه اللي يقول لا انت مو فاهمني انت مو فاهمني غلط مو ويا زلمه يستهزئوا هنا فانا اخذت روحي وقلت بروح وباجي لا تباع من هنا تباروح وباجي فانا كان عندي سياره وجيت سهمنا عندي سياره بعد ماخذينها ب 150 بس انا واخذها ب 50 المهم جيت بها جابتني ورحت اخذت سليب وروح قلت اكو هاي السليب عليكم السلام فهذا السليب وشوفه كم راتب الاساسي وقام يقلب وهنا قلت اكو 82 على جانب هذه الحكاية يخفق قلب فضيلة بمعاناة عائلة أخرى تتقاسم مع عائلتها حكاية الفقر. حسن يوسف كاظم المعاق جسديا تداعت عليه وعلى أسرته ظروف العدم والفاقة الشديدة والأمراض التي توفي بسببها أحد الأخوة وأعاقت اثنين وهي ظروف أحاطت الأم بالهم والحزن الشديد. إذا كان يعني أحد يبي يأخذ مساعدة شنو أنواع المساعدة اللي تحتاجها؟ تحتاج واجد نفس حق أكل حق شرب أبوي ما يشتغل لا يشتغل لا في دائرة حكومية لا ولا في شركة ولا مؤسسة حتى تمشي له تقاعد يقول مشي البيت ماشيين لا مستعد يعني محتاجين حق يعني أشياء واجد يعني أبوي ما ماشيين أي 46 دينار شهرين وش تسوي لي في حق أكل في حق شرب في حق دواء في حق كلينز في حق دواء جرح يحق حبوب ما يسوي شيء يحق كلينس في الشهر 14 دولار لأن كلها قط حلقي يا التهاب الحلق لأن طقيت شهرين صار عندي التهاب أزيد كان عندي التهاب هذا صوتي راح نعم حطوا لي الهواء كان صوت معمول جديد شفتي حمام السباحة حمام المرحى شفتينا كلش ما اقدر انزل تحت السبحة هذا انزل تحت هذا راسي يصير في الارض هذا خلص من التسبح بسبحوني قاعدين فوق القصيدة بالزد ما جندس ما يدار في عراسي هي ظهري كلش أتعب مجبور أصبح وقيت وبعد للليل هني أنا مأساة عايشين في هالبيت.
وقام يقلب وهذا قلت له افكو اكون 82 46 دينار شهرين وش تسوي لي؟ استغرب قال لي في كذي في البحرين طقاره في بيوت كذي يعني انا ما تخيلت ان في بيوت مثل هالبيوت يعني مسألة الفقر يصير عاتق اللي هو الحكومة